انطلقت في القدس يوم الأربعاء 16 من أذار رحلات حج الصوم 40 الفرنسيسكانية إلى الأماكن المقدسة. يعود تقليد الاحتفال بالقداس في الأماكن التي تألم فيها يسوع إلى القرون الأولى من العصر المسيحي، وهكذا في كل عام يقوم رهبان حراسة الأرض المقدسة بإحياء هذه الطقوس في أسابيع الصوم الكبير انتظاراً لعيد الفصح. أثناء دخول يسوع المسيح إلى أورشليم في أحد الشعنين، ألقى الجموع عباءتهم أمامه وهم يهتفون مبارك الملك الآتي باسم الرب. وفي مشهد آخر نظر يسوع إلى المدينة وبكى عليها متنبئاً بدمارها. ترأس القداس الاحتفالي الأخ دوناتشيو باريدس معلم طلاب اللاهوت في المعهد الإكليريكي سان سلفادور، وقد احتفل معه كل من رئيس كنيسة الدمعة الأب سيباستيانو إكليمس وحارس دير سلفادور الأب مارسيلو سيشينيلي مع مجموعة من رهبان الحراسة وغيرهم من رهبان القدس. ألقى العظاء الأب كارلو جوزيبي أورا من أبرشية سان مارينو مونتيفيلترو في إيطاليا، وهو حاليا يخدم في الحراسة. في تعليقه على مشهد من إنجيل لوقا تطرق الأب كارلو إلى النداء الذي تمثله دموع يسوع على أورشليم للبشرية جمعاء. الرسالة الواردة في الإنجيل الذي سمعناه هي أن الرب يصرخ ويقول: إنك لم تعرفيني ولم تتعرفي علي. الرسالة هي معرفة المسيح. يعلمنا أب عظيم للكنيسة أن معرفة المسيح تعني محبته واتباعه، فباتباع المسيح ومحبته سنجد السلام. هو الذي قال: سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. استخدم الأب كارلو أيضا لغة حديثة لنقل محتوى هذا الحدث المهم. لذلك قدمت صرخة المسيح بطريقة ثلاثية الأبعد، أي أنها تطل على الماضي، لذلك صرخة تسقط على مدينته في ذلك الوقت، ولكن هذه الصرخة تنير الحاضر أيضا وتساعد على فهم المستقبل. فبهذا المعنى في الوقت الحاضر تندمج دموعنا مع دموع المسيح، ولكن كما يذكرنا فيلم إلى أين أنت ذاهب، فإن للدموع وظيفة واحدة فقط، وهي التحضير للفرح الذي يذكرنا بكاء المسيح من أجله، ألا وهو أنه في نهاية الزمان ستمسح دموعنا في انتصاره الأخير.